إذا نعود إليك مرة أخرى أستاذ حسين الشرقاوي. الحقيقة تحدثنا قبل يعني هذه المداخلة عن الأحداث التي حدثت في هذه المذبحة وأعداد الضحايا، وتحدثنا بشكل مفصل، لكن ينقصنا الحقيقة الظروف التي كانت محيطة بالبوسنة والهرسك وقت ارتكاب هذه المجزرة. نعم، في الحقيقة وقت المذبحة كانت السنة الأخيرة للحرب. يعني الجيش البوسني يتقدم كثيرا في الحرب، لكن كان في بعض المناطق اللي هي تعتبر سميها تحت الحماية الدولية. نعم، فكان منها منطقة سربنيتسا، وفي منطقة أخرى قريبة منها اسمها جبة. وكان للأسف المسلمين تركوا موضوع الحماية أو تأمينهم للقوات الغربية الموجودة هنا، زي القوات البولندية أو الفرنسية أو غيرها. فللأسف تعتبر كانت منطقة سربنيتسا بيتجمع فيها أكثر من 14 بلدية أو مدينة أخرى صغيرة في المنطقة. وإحنا أمس في الجنازة في الحقيقة كثير من الناس بيقولوا إحنا كنا يعني بنشعر بالجوع، بنشعر بالإهانة من إزاي كان القوات بتعاملنا، في قلة الطعام، في عدم ترك المخيم كامل، مصنع فيه أكثر من 30,000 نسمة، كقاعدة الناس كلها لجأوا ليها. وفي مرة واحدة القوات البولندية تقول إحنا مش هنقدر ندافع عنكم لأن تحت ضغط الهجوم الصربي. ومؤخرا الحكومة أو المحاكم البولندية أدانت القوات البولندية في المذبحة اللي حصلت. فطبعا كانت الظروف كانت تعتبر مأساوية، المنطقة بعيدة جدا عن مناطق المسلمين، أقرب منطقة ليهم كانت أكثر من 110 كيلو متر تبعد عنهم، فبالتالي كان يعني بينهم مسافة كبيرة بين الجيش البوسني وبين المسلمين في سربنيتسا، فأدت للمذبحة المروعة اللي احنا ما زال المسلمين بيعانوا منها حتى الآن. حقيقة أن أعداد المفقودين في من هذه المذبحة 1000 شخص، هل هذه الأعداد حقيقية؟ وما هي الاستراتيجية المتبعة في البحث عن المفقودين سيد شرقاوي؟ في الحقيقة أنا عايز أنوه بس إن في حاجة حصلت في بعد ما القوات الهولندية انسحبت من القاعدة. تفضل. البشناق انقسموا نصفين، نصف قال إن إحنا ما فيش أمل لأن إحنا محاصرين بثلاث خطوط من القوات الصربية للملاذ الأمن أو لمنطقة سربنيتسا، فقالوا إحنا نستسلم ما فيش حل تاني. ونصف العدد تقريبا قال لا إحنا نقاوم ونخرج من المكان المحتجزين فيه. فخرج حوالي 15,000 نسمة في وسط الجبال يمشوا يخترقوا خطوط الصرب بأسلحة بسيطة جدا في البداية، وكان معهم أطفال ونساء ومعوقين من الحرب وعجائز وناس يعني جرحى. فوصل منهم أكثر من 6,000 ناجي، أول واحد وصل بعد أسبوعين، وآخر واحد وصل بعد 6 شهور من مذبحة سربنيتسا. فاللي بقوا في الملجأ أو الملاذ الآمن زي ما بيسموه، كل الذكور من 9 أو 10 سنوات ل70 سنة كلهم ذكور بلا استثناء. اللي خرجوا بعضهم نجوا وبعضهم يعني طبعاً لأن ناس كانت يعني خارجة معها السلاح معهاش حاجة بتخترق خطوط الصربية كده. فإحنا كبوشناق في البوسنة بنحيي الذكرى هذه كل سنة، نحن نمشي عكس الاتجاه اللي هم خرجوا من سربنيتسا لأول منطقة اسمها نيزوك، فعلى بعد 110 كيلو متر البوشناق، وبيشاركهم كتير من الأوروبيين والأتراك كانوا موجودين أمس، بيمشوا في الطريق عكس طريق الموت، بيسموه طريق النجاة أو مرش الحياة. بيمشوا في 3 أيام كل يوم 35 كيلو متر أو أكثر شوية، بيقطعوا مسافة 110 كيلو متر في 3 أيام، وبيوصلوا في ليلة الجنازة قبل الجنازة بيوم، وبيباتوا في مكان المقبرة الجماعية، وبيحيوا بيصلوا الجنازة على الشهداء. كان السنة دي كان أكثر من 3,000 مشارك
من البوشنات وغيرهم مشاركين في هذه المسيرة اللي هي تعتبر رمز لعدم الاستسلام وللمقاومة قدر الإمكان. للأسف اللي بقوا كلهم في المكان قتلوا، زي ما شفنا راتكو ملاديتش اللي لسه قريبا محكمة جرائم الحرب أيدت الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. هذه ما تقصد، هذه المسيرة ما تسمى بمسيرة السلام سيد حسين، أليس كذلك؟ نعم. طيب. نعم، هو اسمه مارش ميرا بالبوسنوي أو مسيرة أو مسيرة السلام. طبعا كان اسمه قبل كده مسيرة الموت وقت الحرب. نعم. فالآن المسلمين بيرجعوا طبعا مؤمن لهم الطعام والدواء والمبيت كمان والشرب وكده، يعني بدون بدون أي مشاكل، لكن هم بيسلكوا نفس المسار اللي مشيوا البوشناق وقت الحرب في الغابات أو في المجال المائية أو في وسط الأحراش، ما بيغيروا حاجة عشان يعيشوا في نفس الجو اللي عاشوه البوسنيين في الوقت ده. نعم، ماذا عن أعداد المفقودين الحقيقية سيد الشرقاوي؟ طبعا هو حتى الآن لو تكون لكم فرصة إن شاء الله أن تزوروا المكان، لعل ممكن أبعث لكم صورة فيه حجر، تذكار حجر كبير مكتوب عليه 8600 ونقط، يعني في معنى كده أن في لسه أعداد كبيرة لم يعثر عليها. نعم. وأمس وإحنا في الجنازة أنا قابلت واحدة قالت إحنا خرجنا ومشينا بقى لي 26 سنة وأمي فقدتها لغاية الآن مش لاقيها. فيقال إن في حوالي 7000 شهيد حتى الآن وشهيدة لم يتم العثور عليهم، مع ملاحظة إن في كتير من الضحايا أبيدوا بأسرهم، يعني ما فيش حد بيسأل عليهم إلا السجلات المدنية أو خلافه، وطبعا كلها في الكيان الصربي. فوضع المفقودين يعتبر وضع صعب جدا. أمس كان في 19 صحيح مفقود، لكن يقال إن هو في أكثر من 7000 لسه فقيد لم يتم العثور عليه، وخاصة بعد قيام القوات الصربية بنبش القبور الجماعية وتوزيع الأجساد على أكثر من قبر جماعي، فبالتالي ممكن الفقيد الواحد يعثروا عليه في 4 أو 5 أو 6 مقابر ويتعرفوا عليه بالدي ان ايه او ببعض المتعلقات الشخصيه. نعم، لكن 7000 مفقود فيما يتعلق باجمالي المفقودين خلال الحرب ام فقط بخاص بمسبحه سربرنيتسا؟ فقط بنتكلم عن شهداء سربرنيتسا. نعم. في 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 مقابر كثيره في اماكن وفي مناطق تعتبر ماساويه شبيهه بسربرنيتسا، لكن سربرنيتسا لانها كانت في نهايه الحرب وكانت يعني لها صدى كبير، لكن في مذبحه في بريدور في غرب البوسنه، في مذابح اخرى في قريه احمتش في وسط البوسنه، في مذابح في شمال البوسنه في دوبوي وفي غيرها. نعم. حصل مذابح ومقابر جماعيه، والمسلمين ما زالوا حتى الان بيحاولوا ان هم، لان طبعا لجنه البحث عن مفقود الحرب هنا شغاله في البوسنه وعاملين مركز كبير هنا للتعرف على الضحايا زي ما قلت عن طريق الحمض النووي الدي ان اي او خلافه. نعم. فبيتم التعرف عليهم، وما زالت حتى الان يعني بيعثر على عظام وهياكل عظميه في الغابات من نعم. من ضحايا المسلمين في الحرب. طيب اختم معك سيد الشرقاوي بسؤال اخير، ابرز مواقف المجتمع الدولي من هذه المجزره، وما حقيقة تورط دول بعينها في دعم تلك المجزرة التي حدثت؟ طبعا الأمم المتحدة يعني ذكرت في وقت الحرب أن كان في دول للأسف عربية كانت بتخرق الحظر المفروض على يوغوسلافيا في توريد سواء البترول أو السلاح، وطبعا القوات الهولندية تعتبر من القوات المشاركة في المسؤولية عن مذبحة المسلمين في سربرنيتسا وفي جبة القريبة منها. ايضا في بعض المؤسسات الغربيه يعني ضبطت اثناء الحرب ان هي بتهرب اسلحه في لاحد الاطراف المعتديه اثناء الحرب. اظن الامم المتحده ذكرت هذه الاحداث، لكن البوسنه ما زالت للاسف تعاني حتى الان من مشاكل تابعه لاتفاق دايتون. نعم. اللي وضع نظام سياسي غريب جدا ومضحك جدا في البوسنه. نعم. كيانات غير منتظمة وغير متألفة مع بعضها،
فأظن المجتمع الدولي وأوروبا خاصة عليها مسؤولية كبيرة إن هي تنهي حالة الانقسام، شكرا. وخاصة إن جمهورية صرب البوسنة بتهدد البوسنة بالانفصال عنها، والمسلمين اللي عايشين داخل البوسنة في الكيان الصربي نعم، ما زالوا يعانون من التفرقة العنصرية شكرا، وتمييز العرقي والديني بالضبط. أشكركم شكرا جزيلا. لعل يكون لنا لقاء آخر نتوسع فيه حول كيف يعيش مسلمو البوسنة والهرسك اليوم في بلادهم. شكرا جزيلا لك سيد حسين الشرقاوي الباحث المختص في شؤون مسلمي البوسنة والهرسك، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من برنامج مسلمونا حول العالم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في